مرحبا شباب، يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ كيف أموركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام، إن شاء الله أهلكم بخير وأنتم بخير. صراحة كثير اشتقنا لكم، وبس إن شاء الله يعني هذا الفيروس يروح عن بلدنا وعن الأمة كلها، وبترجع كل أمورنا تمام، ونرجع نتدرب في الأكاديمية. فحبينا اليوم نعمل لكم تمرين، راح نبلش بالإحماء. بعد الإحماء راح يكون في 5 حركات راح تكون بالكرة، وبعد هيك راح نعمل شوية تقويات، وبعدين يعطيكم العافية. راح نبلش هون أول شيء بالإحماء. إذا أنتم شايفين أنا حطيت يعني اللي يكون موجود عندك، ممكن تحط حجر، ممكن تحط مطرة مي، ممكن تحط كرة، ممكن تحط، أنا حطيت كورين زريعة يعني الموجودات هون. أوكي، راح نبلش إحماء، يعني راح الإحماء راح يكون من 3 لـ5 دقائق، بعد هيك راح نبلش بالحركات اللي راح نطلبها منكم. أوكي شباب، راح نبلش إحماء، أنا أركض رايح جاي مع حركات راح نكون نعملها. أوكي، فراح أنا أبلش الإحماء. بتبلش ركض خفيف، طبعا بتبلش ركض خفيف لمده 3 لـ4 دقائق. رايح جاي، انت طبعا بتكون خلصت 3 لـ4 دقائق، وبعدين بتبلش الاحماء. بروح برجع خلف، بعدين باخذ الجانب العكس، يعني بروح بشتغل التمرين بعدين بشتغل العكس، امامي بعدين بشتغل خلفي، بعدين برجع بهرولي كمان مره خفيف، شغل خفيف، بشتغل زيكزاك هون، العكس، بعدين برجع بهرول، بشتغل هو، زي فوق، بشتغل هرول، هرول بهرول. هيك هون بكون تقريبا خلصت من 3 لـ4 دقائق، بشتغل على البرازيل. اوكي، بشتغل خفيف اول شيء لقدام، انا عندي المسافه صغيره، بتروح وبتيجي مرتين، بعدين بترجع على الفرق اللي بعديه، خلص مرتين بعمل له برا خفيف. طبعا دائما ببلش اول شيء يكون تمرين خفيف كالعاده، بعدين خفيف داخلي، ارفع شوي، ارفع رجلي شوي، رجعت اشتغل للخارج، برضه نفس الشيء بس في الخارج، اشتغل داخلي، ضغط وجهك بغير خارج، كمان مرة هون، برجع بهرول الخفيف، اجي هون نعمل شوية سرعات بالمسافة. اوكي، ببلش هون، ببلش خفيف. اوكي، لمدة 10 ثواني بدك تفوق، برجع بلاحظ. اوكي، بكون شايف طلعة، برجع خفيف 10 ثواني بعمل السبرنت اللي انا بدي اياه، خفيف
جيمت كبير زي اخلنا داخل بس في الخارج 10 ثواني اعمل سبرنت وبرجع رح نشتغل لقدام 3 مرات للخلف 3 مرات هيك نكون خلصنا مرحلة الإحماء. بعد هيك رح نبلش بالحركات اللي رح نحكي لكم عنها. اوكي المسافة اللي حكيت لكم عنها ممكن انت تكبرها وتشتغل مرة واحدة تكرار، يعني مشتغل تكرارين لان المسافة صغيرة. يعطيكم العافية شباب. طيب شباب رح يكون التمرين الاول بعد الاحماء. اوكي رح نبلش الكرة رح تكون من اسفل القدم ناخذها يمين شمال بشكل سريع سريع سريع. رح يكون التمرين لمدة 25 ثانية. اوكي بعد هيك رح ناخذها من داخل القدم برضو لمدة 20 ثانية داخل القدم، بعدين برفع راسي فوق نفس الشغل. اوكي بعد هيك بشتغل من باطن القدم هيك. اوكي راح تكون يمين شمال برضو الشغل هذا راح يكون 25 ثانية. بعد هيك باخذ الكرة خارج باخذها داخل وانت محلك، يعني ما تروح بعيد. اوكي ما تروح بعيد خارج وداخل. هذا الشغل برضو راح يكون 25 ثانية. اوكي شباب يعطيكم العافية. المرحلة الأخيرة راح تكون بالتمرين راح تكون منطقة الكور اللي هي منطقة المعدة وشوي من الظهر. اوكي راح نشتغل أول شيء على البلانك. اليوم مطلوب منكم بهذا التمرين انك تعمل البلانك لمدة دقيقتين مرتين، يعني بدك تقعد بالطريقة الصحيحة وبيك يكون قدام ورجليك دغري ما اطلع فوق هيك ولا انزل تحت للاخر بالعكس تكون مستقيم. فبتقعد هيك لمدة دقيقتين. اوكي خلصت الدقيقتين بقلب على الجنب على المنطقة الشمال لمدة دقيقة. اوكي خلصت المنطقة هاي بقلب على المنطقة اللي بعديها برضو لمدة دقيقة. اوكي هيك بتكون عملت 4 دقائق اللي هي البلان. اوكي شباب بعد هيك هي تيجي هون. اوكي هيك يكونوا ورا راسك ترفع رجليك فوق وانت تدفعهم بالشكل لتحت بحيث انهم ما يصيبوا الارض. اذا صابوا الارض بكون التمرين غلط. اوكي فهون بقطع هيك بنزل بقوة بحاول اوقف رجلي. اوكي بشتغل 10 مرات بالنص بشتغل على اليمين والشمال يكون التمرين 10 ب10 بالنص 10 يمين 10 وشمال 10 هيك نكون خلصنا 30 تكرار. اوكي بعد هيك برفع رجلي فوق لمنطقة المعدة اللي هي العليا من فوق بكون تحت هون لازم ايدي اطراف اصابعي يسيبوا الشوز تبعي فبطلع بطريقة مش مطلوب منك انك تطلع كثير، الشرط انك تطلع بس تحاول بايدك يعني هاي المسافة اللي هي الخفيفة. اوكي شباب بهيك بنكون خلصنا التمرين. يعطيكم العافية وان شاء الله بنشوفكم على خير وان شاء الله بتضلكم بخير.